يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى كثيرا من الناس إذا سقط المصحف من أحدهم قاموا بتقبيله وقالوا هذا من تعظيم القرآن، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم لا بأس بذلك، هذا من تقدير القرآن، وكان بعض السلف يقبل المصحف، كان بعض السلف يقبل المصحف. نعم حفظك الله، هذا خاص بالسقوط فقط ولا دائم؟ لو ما سقط يجوز تقبل المصحف، لو ما سقط، لو أخذت من مكانه قبلت. نعم.